السلام عليكم ورحمة الله. احنا بنكمل كلامنا على الكراشرز والجرايندرز في اسبن بلس، فهنتكلم المرة دي على الأجهزة، على الأسف المعدلات اللي احنا بنحتاج نبقى يعني اللي بتستخدم في النوع ده من الأجهزة. في العادي يعني لو حد يعني عايز يعني يبقى عنده فكرة عن المعدات اللي احنا بنستخدمها بتبقى مبنيه على اساس ايه، هو يعني اللي ممكن يجي في دماغ حد ان هو هيشوف والله ده انا بدي فورس معينه، فالفورس دي المفروض تكسر المواد الصلبه دي، واقدر بقى من الفورس اللي انا حاططها دي اعرف البارتكل سايز ديستريبيوشن هيبقى عامل ازاي. بس في الحقيقه الموضوع ده صعب جدا 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 لاسباب كتير. اولا احنا مش بنتعامل مع يعني بارتكل سايز ثابت، احنا اللي داخلنا بيبقى في اختلاف في حجم المواد الصلبه اللي داخله، في حاجات كبيره حاجات صغيره، فبالتالي التعامل معاهم بيبقى مختلف. المواد نفسها ممكن تبقى مش نقيه، وده في معظم الاحيان يعني ما بيبقاش حاجه نقيه 100%، فبالتالي الخواص بتاعتها ما بتبقاش سهله ان احنا نعرفها. النقطه المهمه برضو ايه نوع الفورس اللي احنا بن 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 او البريشر اللي احنا او لا فورس هو الفورس اكتر اللي احنا بن بن بنعمله على المواد الصلبه دي، مش سهل ان احنا نتوقعه بدقه. يعني انا عندي جزء يعني ماده صلبه شكلها مش متجانس، يعني هي مش شكل كوره مثلا ولا حاجه، هي شكلها بيبقى شكل عشوائي، فهتيجي تخبطها فعلى حسب الخبطه دي هتيجي في مكان مثلا على جرين باوندري، هتيجي في الجنب، هتيجي في عمودي موازي، يعني نوع الفورس نفسها هتاثر على المادة الصلبة بشكل عام ازاي. دي صعب جدا جدا، يعني تكاد تكون مستحيلة ان احنا نعرفها لكل واحدة من الجزيئات اللي داخلة، يعني داخلة جوه الكراشر او الجرايندر. حاجة تاني ان في يعني نخلي دي النقطة دي بعدين. فبالتالي احنا لما بنيجي نعمل المعادلات دي احنا مش بنعملها ان انا اشوف الفورس دي هتكسر المادة الصلبة دي بحيث انها تكسرها لكام جزء وهكذا، لا احنا مش هنقدر نعمل كده. اللي احنا بنعمله ان احنا بنعرف او بنحاول نحسب الطاقة اللي انا او الباور اللي انا محتاج اديها للكراشر علشان يعمل اسطح جديده. يعني زي ما قلنا انا لما بكسر الماده الصلبه دي هي بتتكسر لجزئين، فكل جزء بقى فيه سطح جديد متكون على الناحيتين، ولو اتكسر ففي اسطح اكتر، فبالتالي انا بحسب الطاقه اللي انا محتاجها علشان اعمل اسطح جديده، ايا كان بقى سطح جديد ده جه نتيجه امباكت، جه نتيجه اتريشن، جه نتيجه كومبريشن، ايا كان نوع الفورس اللي عملت الموضوع ده، انا مش ههتم بالموضوع ده لان انا مش هقدر اعمله حسابات كويسه او دقيقه، او مش هعمله حسابات مبنيه على اساس مظبوط يعني. فبالتالي انا بشوف انا داخل عندي البارتكلز بالحجم ده وهتخرج بالحجم ده، فبالتالي انا محتاج ادي طاقه قد ايه علشان اوسع السطح من السطح الصغير ده للسطح الكبير ده. فبالتالي المعادله اللي احنا بنشتغل بيها الاساسيه خالص اللي كل المعادلات اللي هنتكلم عليها جايه منها هي المعادله دي، هي بتقول ان التغير او الديفرنس في الانرجي، او لو انا حدي يعني ديفرنشال انرجي صغيره هتعمل تغير دي اكس في ده البارتكل سايز يعني، فهتبقى دي اكس على الاكس باور ان مضروبه في نيجاتيف سي. هي دي المعادله الاساسيه، ان التغير في السطح بيتناسب يعني كمية الطاقة اللي أنا بحديها بتتناسب مع التغير في البارتيكل سايز اللي موجود عندي. هي دي المعادلة الأساسية، وبالتالي فأنا منها بقدر يعني أفترض بعض الفروض أو أعرف أوصل لأشكال من المعادلات اللي أقدر أحسب الـ E بقى نفسها هتبقى علاقتها بالإكس قد إيه. فهو احنا في عندنا ثلاث معادلات مشهوره جدا جدا. اول معادله اسمها الكيكس لو. كيكس لو دي لو عندي الان بواحد، الان بواحد في المعادله دي، فهتبقى دي اكس على اكس هيساوي مضروبه في نيجاتيف سي هتساوي دي اي، فيعني تكامل بسيط جدا هيوصل لنا للشكل ده. فدي الاكس اف اللي هو البارتكل سايز بتاع الفيد اللي هو المواد اللي داخله، وده البارتكل سايز بتاع البرودكت مضروبه في نيجاتيف سي، وده كله جوه اللود. فهي دي العلاقة اللي أنا ممكن أشتغل بيها. في علاقة تانية اسمها الريتنجرز لو، بتبقى شكلها عامل كده برضو فانكشن في الاكس بي والاكس اف والسي. وفي حاجة اسمها البونتس لو، دي مشهورة بقى يعني البونتس لو مشهورة لسبب هقوله دلوقتي، بس هي شكلها بيبقى عامل كده.
هلاقي ان كل المعدات اللي انا شغال بيها بتربط لي الباور اللي انا هديها للماده الصلبه دي بدلاله البارتكل سايز بتاع الفيد وبتاع البرودكت، فهي بتعتمد على الاثنين. وده منطقي لان هي لو انا بادي بحجم كبير غير لو انا بادي بحجم صغير، فدي مهمه. في هنا بقى في بوندز له حاجه مهمه جدا جدا اسمها الاي اي دي. الاي اي دي اسمها البوند ورك اندكس. ورك اندكس دي هي الطاقه اللي انا محتاج اديها او الجهد اللي انا محتاج اديه علشان اخلي جزء كبير جدا او حاجه كبيره جدا من الماده الصلبه دي 80% منها يعدي من 100 مايكرون مش. يعني انا لو عندي حاجه كتله كبيره جدا من الماده الصلبه مثلا كيلو، دي وحدة الوزن بتاعتها، وعايز اديها ورك علشان اكسرها، فهكسرها. كل ما ادي ورك اكتر كل ما هكسرها اكتر، فالبارتكل سايز هيصغر. فهديها ورك قد ايه لغاية لما 80% من الحاجة الكبيرة دي تعدي من فتحة 100 مايكرو، او منخل يعني اللي هو فتحته 100 مايكرو. فده الطاقة دي او الورك اللي انا هعمله ده هو اسمه البوند ورك اندكس. فهو البوند ورك اندكس دوت بيبقى مهم جدا. بس الاول بس انا المعادلات دي انا جايبها ده الشكل اللي هي موجوده فيه في بيري اللي هو الكيميكال انجينيرز هاند بوك. لو جيتوا فتحتوا الاسبن بلس هيلب او الدوكيومنتيشن بتاعته هتلاقوا شكل المعادلات مختلف، مجرد بقى يعني العرض الرياضي بتاعها مختلف شويه، بس هي تقريبا نفس الفكره يعني. وفي الاخر احنا مش هنشتغل بالمعادلات دي، انا بقول المعادلات دي بس بحيث نبقى عندنا فكره عنها، وانا قصدي مش هنحسب حاجه بايدينا يعني. فهو في الاخر السوفت وير هو اللي هيتصرف يعني. ف البوند ورك اندكس دي بتبقى زي ما قلنا هي بتعتمد على نوع الماده، فكل ما الماده تبقى صلبه اكتر كل ما هيبقى البوند ورك اندكس بتاعها اعلى، وبالتالي هي يعني بتبقى انديكيشن او بتبقى يعني معيار كده اقدر اعرف بيه مدى سهوله او صعوبه الكراشنج او الجرايندنج بتاعه الماتيريال دي. فدي بتبقى حاجه يعني مهمه، نقدر نبقى عندنا تصور الحاجه دي صعبه ولا لا. في حاجه تانية اسمها الهاند جروف جرايندابيلتي اندكس، هي بتبقى شبهها شويه بس هي دي اكتر للفحم يعني. بس هو يعني حاجه برضو بقدر استخدمها علشان اقدر اعرف اذا كانت الماده دي سهله ولا صعب ان انا اكسرها، وبيبقى في علاقه بتربط البوند ورك اندكس بالهاند جروف جرايندابيلتي اندكس. فممكن اشتغل بالمعادله دي يعني. الخلاصه ان الاثنين بارامترز بيعبروا لي عن مدى سهوله او صعوبه عمليه التكسير. الثلاث معادلات اللي احنا اتكلمنا عليهم بقى الكيك سلو وبوند سلو وريتنجرز لو بيبقوا مش دايما بستخدمه او مش دايما ينفعوا لكل الحالات. ففي حاجات بتبقى للكيك سلو بتبقى مناسبه اكتر للكورس بارتكلز اللي هي البارتكلز الكبيره. لو عندي حاجه صغيره يعني عندي بقى حاله زي حالات الطحن ولا كده بشتغل بريتنجرز لو، لو حاجه في النص بشتغل ببوند سلو. فهي دي بتبقى مهمه برضو ان انا ابقى عارف انهي معادله اللي هستخدمها. يعني دي هتبقى حاجه من الحاجات اللي احنا هنعملها لما نيجي نشتغل على السوفت وير باذن الله، ان احنا نختار نوع المعادله اللي بيسموها الكوميونيشن لو. كوميونيشن يعني التكسير، فهي قانون التكسير اللي انا هشتغل بيه ده ولا ده ولا ده. من الحاجات برضو اللي هنقابلها واحنا شغالين في السوفت وير حاجه اسمها البريكج فانكشن وحاجه اسمها السلكشن فانكشن. انا مش هخش في تفاصيلهم قوي، بس يعني انا حابب ان احنا نبقى فاهمين هم دول معناهم ايه او لازمتهم ايه. فعلشان نفهم بس خلينا نقول ان انا لو عندي الفيد بارتكلز السايز بتاعها هسميه سايز اي، ان هي حجمها كبير، وانا عايز اخرجها عند البارتكل سايز بيتا اللي هو الصغير قوي ده. فهو اللي بيحصل هي مش بتيجي خبطه واحده تروح واصله من ده لده كده في غمضه عين، لا هي بتتكسر لاجزاء اصغر، وبعد كده الاصغر ده بيتكسر لاجزاء اصغر، وبعدين الاصغر يتكسر لاجزاء اصغر لغايه لما اوصل للحجم الصغير اللي انا عايزه. فهي بتعدي بكذا مرحله. فهو اللي بيحصل ان مش دايما كل المواد الصلبه دي بتوصل للحجم اللي هيوصل للحجم الصغير اللي انا عايزه. في جزء منها هيقف هنا وفي جزء هيقف هنا، وده شويه منه هيوصل هنا وشويه هيكمل للاخر. فهي بيبقى فيها نسب كتير يعني. مش كل المواد الصلبه اللي داخله هتتكسر لغايه لما توصل للحجم البيتا اللي انا عايزه ده، ولا كل المواد اللي هنا دي هتوصل لهنا. فبيبقى فيها يعني ايه يعني شوية حاجات محتاجة أنا معرفها للبرنامج بحيث إن هو يقدر يعرف
قد ايه هيوصل للحجم ده وقد ايه هيوصل للحجم ده. ففي الاثنين فانكشنز دول شغلتهم كده. الفانكشنز دول شكلهم عامل ازاي؟ اللي عايز يدخل على الهيلب بتاع السوفت وير ويشوف تفاصيلهم كتير، وانا بصراحه مش ما عنديش خبره فيهم قوي، يعني انا فاهم هم الهدف منهم ايه يعني. فهو البريكج فانكشن ده بيوصف او بيعبر عن قد ايه من البارتكلز ار ديستريبيوتد among the finer particle size classes، يعني قد ايه من ده هيروح هنا وقد ايه منه هيروح هنا وقد ايه هيروح هنا. كويس. وفي بقى السلكشن فانكشن، هو بيقول بقى قد ايه من ده هيتكسر. يعني انا مثلا انا بالبريكج فانكشن ده هقدر اقول قد ايه من الفيد بارتكل ده هيوصل لبيتا وقد ايه منه هيوصل ل ال وقد ايه هيوصل لكي. السلكشن فانكشن هو قد ايه بقى من الفيد ده هيتكسر، يعني ممكن شويه منه ما يتكسروش، يعني هو ممكن يبقى حجمه كبير وفي منه شويه حجمهم صغير، يعني هو مش دايما كلهم هيبقوا حاجات كبيره كده، ممكن يبقوا حاجات صغيره، ممكن شويه من الفيد دوت يطلع وما يتكسرش خالص، يعني هو زي ما دخل زي ما خرج. فهو السلكشن فانكشن دي بتقول لي في كل، يعني سواء بقى هنا او هنا او هنا او هنا، قد ايه من الانترفال ده الكراشر هتعمل فيه حاجه. كويس. يعني ممكن ده شويه منه ما يحصل لهمش حاجه يبقوا صغيرين، وممكن شويه من ده يطلعوا، وممكن شويه من ده يطلعوا من غير ما يتكسروا. فانا بعرف من المعادلتين دول قد ايه من كل واحد هيوصل للي بعده واللي بعده واللي بعده، وبعرف منهم قد ايه من كل واحد الكراشر هتكسره اساسا. برضو المعادلات دي احنا مش هنعمل بيها حاجه كحسابات بايدينا، هي بتبقى في الاخر اوبشن وهتختار، وفي الغالب هو بيبقى اوبشن واحد، فانا هختار الاوبشن الموجود وخلاص، بس يعني على اساس نبقى عارفين ايه الحاجات دي. من الحاجات برضو المهمه اللي احنا نبقى عارفينها في، او محتاجين نبقى عارفينها عن الكراشنج في اسبن بلس، ان الاسبن بلس بيفترض ان الفيد بتاعه هوموجينيوس، يعني هو بيفترض ان هو نقاوته 100%، والناتج بيبقى نفس التركيز بتاع الفيد اللي داخل. وهو الكراشر في الاخر بيحسب لي الباور اللي انا محتاجه عشان يعمل الكراشنج، وبيقول لي البارتكل سايز اللي خارج قد ايه. فدي بتبقى حاجه لطيفه جدا ان انا اعرف قد ايه باور انا محتاجه وقد ايه بارتكل سايز انا عايزه. يتبقى بقى حاجه مهمه جدا، ان الكراشنج في الحقيقه، ان من مشاكل حسابات الكراشرز والجرايندرز ان انا ما بقدرش احسب الباور اللي انا محتاجه بدقه، نتيجه للفقد الكتير جدا 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 في الطاقه اللي بيروح في حاجات تانية غير التكسير. يعني انا مثلا مديله مثلا 100 واط، ال 100 واط دول ممكن 10% منهم بس اللي يروحوا للتكسير، الباقي بيروحوا فين بقى؟ بيروحوا في شكل حرارة، في شكل صوت. الحاجات دي لما بتشتغل بتبقى مزعجة جدا جدا، فالحرارة اللي طالعة والصوت اللي طالع واللصص بقى بنتيجة الموتور والترانسميشن بتاع الحركة من جزء لجزء جوه الجهاز، فالحاجات دي كلها بتبقى فقد في الطاقة، أنا عمال أفقده بشكل رهيب جدا جدا. فالاسم بلس مش مدخل في دماغه أي حاجة، هو معتبر إن الطاقة اللي أنا مديها له أو الباور اللي هو هيحسبها دي هي الباور اللي رايحه بس للسوليد بارتكلز، ملوش دعوه باللوسز اللي موجوده خالص. فدي برضه نقطه مهمه نبقى حاطينها في دماغنا. طيب انواع الكراشرز والجرايندرز اللي في اسبن بلس هم اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم ال10 دول اللي اتكلمنا عليهم المره اللي فاتت. بس يعني لو ناخد بالنا، دي برضه حاجه انا كنت قلتها في الاول المره اللي فاتت، ان كلهم جهاز واحد. يعني هو بالنسبه له هو جهاز اسمه كراشر، ممكن يشتغل بقى بول ميل، ممكن يشتغل رود ميل، ممكن يشتغل هامر ميل، يشتغل اي حاجه، هو بالنسبه له كلهم جوه نفس الجهاز. فسواء انا عايز جرايندر، عايز كراشر، عايز انترميديت، عايز برايمري، عايز سكندري، اي حاجه كلهم هيبقوا في نفس الجهاز. كويس كده. فدي نقطه مهمه. هيبقى بعد كده بقى انا لما هاجي هشتغل باسبن بلس، لما هاجي اعرف الكراشرز او الجرايندرز، الحاجه المهمه جدا هي يمكن دي اهم جزء في الموضوع كله، الحته دي اللي هي بيقول لي بقى ان انا يا اما هختار الجهاز واعرف شويه معلومات عنه، ومن المعلومات اللي انا معرفها دي هيشتغل ويحسب لي الحسابات بتاعتي، او ان انا مش هختار الجهاز، انا مش هقول له انا ايه نوع الجهاز اللي عندي، انا ممكن اقول له ايه ده، انا عايز المعادله دي اللي انا هشتغل بيها اللي هي الكوميونيشن باور، للاسف انا هختار المعادله طبعا، وهقول له الكوميونيشن باور والديستريبيوشن فانكشن،
يعني ايه الكوميونيشن باور، يعني الباور اللي انا هديه له قد ايه، والديستريبيوشن فانكشن دي بتبقى يعني فانكشن انا بقدر بيها اقول له قد ايه توزيعه البارتكل سايز، يعني هيبقى التوزيعه ضيقه، هو الفرق بين بارتكل سايز القليل والكبير في اللي خارج فرق صغير ولا فرق كبير، يعني ايه التوزيعه عامله كده ولا واسعه قوي، فدي بتبقى حاجه تانية. ممكن بس ان انا اقول له إيه، انا عايز بس البارتكل سايز ديستريبيوشن واحسب لي الباور وايه وكفايه قوي على كده. فهم دول الثلاثه دول اللي انا هختار واحده منهم، وبناء عليه كل اللي تحت ده هيتغير. وعشان كده هو في تفاصيل كتير جدا جدا ممكن ما تبقاش، وخصوصا لو انا هختار الاكويبمنت وهختار نوع الكراشر، لان انا هختار الجيراتري هلاقي الانبوتس المطلوبه مني شكلها كده، لو انا اخترت البول ميل هلاقي بقى عايز معلومات عن الكور اللي موجوده وعن الدايمتر بتاع الشيل بتاعها والكلام ده كله، لو جيت اختار مثلا الجو كراشر هلاقي يقول لي بقى معلومات عن الفتحه اللي تحت قد ايه والمش عارف والباور بتاع، يعني هيبقى ليها تفاصيل كتير جدا جدا هتعتمد بقى على الواحد اللي هيعمل الحسابات دي، هو فاهم الجهاز بتاعه وعارف ايه نوع المعطيات اللي عنده وايه هي المعطيات اللي هو فعلا موجوده عنده عشان يقدر يشتغل بيها. فعشان كده احنا مش هندخل في تفاصيلهم كلهم، لان في حاجات انا نفسي ما اعرفهاش، وفي حاجات انا قعدت ادور عليها وما عرفتش الاقيها، يعني مثلا زي الكات اوف سايز دي انا قعدت ادور عليها كتير ومش قادر اعرف هي معناها ايه. فهلاقي ان فيها بعض المعلومات اللي محتاجه حد متخصص جدا عشان يقدر يعملها، وللاسف الهيلب بتاع اسبن بلس مش كويس جدا في الحاجات دي، يعني في معلومات ما بيجيبش سيرتها اساسا. فاللي هنعمله ان احنا هناخد مثال واحد منهم ونبص بس نبقى فاهمين هو ايه هو المعطيات اللي انا ممكن اديها له، طب انا اللي هيطلع ايه هي نوع المعلومات اللي انا هقدر اعرفها بعد ما اشغل الكراشر. بس فيعني ده بقى هيبقى الموضوع بتاع المرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.